لان ما دام مجريها حكيم ورب يبقى لازم لها حكمه. فخذ القضيه القدريه بايه؟ بحكمه مجريها عليك. وحكمه مجريها عليك انت مش عدوه، ده انت صنعته وانت خلقه. وبيقول الخلق كلهم عيال الله فاحبهم اليه ارأفهم بعياله. النبي قال لنا كده. يبقى اذا لما ربنا يجري عليك شيء قل بس انا مش فاهم الحكمه، ويكفيك حكمه ان الله هو الذي اجراها. الله بزياده عليك دي، هو ربنا اللي اجراها. فان جاءت لك مصيبه وهذه المصيبه من تقصير يبقى انت اللي ملوم بقى. افرض واحد بيلعب طول السنه وسقط، تقول دي مصيبه لو جات له؟ طب ما انت اللي عاملها. لا، خلي واحد اجتهد كده ومذاكر كويس ومش عارف ايه، وبعدين جاي رايح الامتحان الصبح بقى مستشرف الى انه الاجابه، وبعدين جت سياره راحت صدمه ومديها المستشفى. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ مصيبه. اهي المصيبه بقى اللي لله فيها حكمه. تقول لازم ليه في حكمه؟ يمكن الواد كان العيون مفتحه له، وان يكاد الذين لا يزلقونك بابصارهم، فربنا عملها دي يعني ايه؟ فسوخه وتميمه عشان تمر علينا. الله، يمكن عملها لانه مغر ساعه في انه مذاكر وانه رايح بقى كده مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. يقول له لا يا اخوان ما استعرضتش عضلاتك، ده لو لم يكن ان ما كانش ليك معونه من الله، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. يبقى لازم تبقى فيها، يبقى لازم تشوف قدر الله ماذا. ان كان المصيبه جاءت بشيء منك تبقى لوم نفسك، وان ما كانش حاجه انت مستوفي كل حاجه جات لك مصيبه قول لازم لله حكمه في هذه. وما دام لله حكمه يحترم قدر الله في ايه؟ في خلقه. ولذلك هناك بقى قال الصبر، في صبر بقى من نوع وصبر تاني من نوع تاني. اذا مرض انسان من غريمه في المرض؟ حد له غريم؟ ملوش غريم. مات له عزيز، من غريمه؟ ملوش غريم. انما واحد ضرب ابن علقة، واحد شتمني، واحد ضرب ابن ظرف موته مثلا، يبقى ليه غريم ولا مش ليه غريم؟ يبقى اذا المصائب التي تنال الانسان ثلاث اشياء: مصيبه بسبب منك انت المجنون، مصيبه بقدر الله ولا تعرف لها شيئا من الله. المصيبه الثانيه دي قسمين اثنين: مصيبه لك فيها غريم ولا مالكش فيها غريم. فان كان لك فيها غريم ربنا اداك حكم، مالكش فيها غريم اداك حكم. ايه هي؟ سيدنا لقمان لما جه يوصي ابنه قال له ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. مرض، مات لي واحد، وضعت فلوسي، غرقت مش عارف الايه، اصبر على ما اصابك ان ذلك ايه؟ من عزم الامور. لكن في الايه الثانيه ولمن صبر، مش بس وغفر. الله، ما دام غفر يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه غريم. ما دام غريم قدامي يبقى يهجني على المعصيه. لكن اللي ماليش غريم فيها دي ايه اللي يهجني؟ ماليش. يبقى ما دام قدامي اللي ضرب ابني او عمل فيا شيء يبقى تملي يعمل فيا ايه؟ يهجني على الشر. دي تبقى عايزه صبر واسع، لانه كل ما تشوفه تتنمر عليه. فقال لك بقى خليك من قول العزم ولا من صبر، مش بس صبر وغفر. ان ذلك مش قال من عزم الامور، ان ذلك لا من عزم الامور. عايزه تاكيد كبير قوي دي. ليه؟ لانه قدامي يهيجني على الايه؟ على الشر. ولذلك كل خد المراحل اللي ربنا ايه؟ قال لك اكظم غيظك، ادي واحده، اعفي عنه، ادي تاني. والله الاول ايه؟ اكزم غيظك. معنى كزم الغيظ يعني الغيظ يبقى ايه؟ موجود في الجوف بس انا ايه؟ مش مخليه ينفذ. والعافي هنا انه يطلع الغيظ من قلبه وكانها لم تحدث. والله يحب المحسنين. يعمل ايه بقى؟ يجي للي عمل فيه العمليه دي ويعمل له حسنه. قال له ياه بقى انت بعد ما تقلقني وتقول لي اكظم غيظك، سمعني
نعفش نطلع تقول لي برضه احكي له تاني المساله ده قسي على الناس. قال لي مش بلزمك، ان حلت لك المراحل فتممها، وان وقفت عند مرحله واحده فكثر خيرك، ان كظمت بس كثر خيرك، لكن الله اباح لك ان تعتدي عليه كما اعتدى عليه، فان كظمت غيرك تبقى مرحله، يبقى ان اعتديت انت مش ملوم، فاعتدوا عليه بمثله مش ملوم انت، انما ان اردت ان ترتقي في جانب صفاء الخلق اكظم غيظك ما تعتديش، وعايز تترقى كمان شويه طلعها من قلبك واخلص منها اعفي، عايز تترقى شويه احسب اليه. فواحد قال له بقى يا اخي اعمل فيه كده، ما اعتديتش ادي واحده، كظمت غيظي ادي الثانيه، خلاص عفيت ادي الثالثه، عايزني برضو احسن اليه تاني؟ قال لك اه، لو انت عاكس وعايز ترتقي الى القمه تعفى عنه. قال لك ليه؟ قال لك لان الذي يسيء خلقا من خلق الله يجعل الله في جانب الذي اسيء، وما دام جعلت الله في جانب المسيء تبقى تستحق مكافاه ولا مش مستحقه؟ الا احسن الى من جعل الله في جانبي، الا احسنه. احنا ضربنا مثل مره وقلنا افرض انك انت دخلت لقيت ولد من اولادك ضارب الولد، يبقى فيه معتدي وفيه ايه؟ معتدى عليه، خلاص؟ تقوم انت خدت المعتدى عليه وطبطبت عليه ومعك حاجه اديته حلوه وكان عايز منك حاجه اقول له هجيبها لك بكره، انا مش عارف ايه وتوددت اليه، الواد اللي اعتدى يقف يعمل ايه؟ ها؟ ده يزعل اللي اعتدى، لأن أبوه يعني خد باله من الولد، أهو ربنا كذلك ساعة ما يشوف خلق من خلقه اعتدى على خلق من خلقه يحتضن مين؟ المظلوم.